اهلا بيكم، حلقه جديده من البولدوزر. حلقه النهارده في الحقيقه دسمه جدا، مليانه حاجات كتيره جدا، اخبار كتيره جدا، اخبار جديده لانج. ايضا ضيوف حلقه النهارده ضيوف مهمين، لان احنا هنكمل قضيه الهبوط وعدم الهبوط، وجايبين مجموعه من رؤساء الانديه المهدده بالهبوط، وهناخد وجهه نظرهم زي ما خدنا وجهه نظر الاستاذ رئيس اتحاد كره القدم استاذ جمال علام امبارح، ومجموعه من الاخبار في الحقيقه معظمها يتصدرها المستشار مرتضى منصور، اللي النهارده في الحقيقه كان لنا يعني لقاء معاه. حسام راح نادي الزمالك وقابله وخد منه شويه اخبار مهمه جدا. نبتدي اخبارنا مباشره ومع المستشار مرتضى منصور. قرارات لجنه الانديه نافذه، بيرد طبعا على ما حدث امبارح مع الاستاذ جمال علام. مرتضى منصور، دورة تحديد بطل الدوري ستقام بالجمهور، كلها كلام ناري ومهم جدا. مرتضى منصور، اتحاد الكرة لن يستضيف اجتماعات الأندية بعد الآن، قلب عليهم واضح جدا. مرتضى منصور، لن أحضر جلسة حل الجبلاية 20 مايو، وكون انه ما يحضرش كمحامي، هو بيقصد كمحامي مش هيحضرها، ومعرفش هل دي هتفرق كتير. في وجهه نظر المستشار مرتضى تقيل جدا في القضاء وفي المحاماه، وعدم وجوده يفرق كتير جدا. مندوب الاهلي وانبي يتخلفان عن حضور اجتماع لجنه الانديه. الاهلي يعطل تطعيم دومونيك قبل السفر الافريقي مع الزمالك. الزمالك والمصري يتنافسان على ضم اشرف. الزمالك يناشد وزير الرياضة تحمل مديونية ال4 ملايين جنيه لاستاد القاهرة. الزمالك يخاطب التجنيد للحصول على موافقات السفر. شيكابالا يدخل قائمة لشبونة في آخر مباراة الدوري البرتغالي، الحمد لله فرجت. نقل مباراة الأهلي والمحلة لاستاد الأسكندرية. الأهلي يجري الكشف الطبي على صلاح ورشدي بمصر الدولي. قائمة الأهلي لمباراة المحلة، استبعاد معوض والسعيد وعودة المغضوب عليه. رسميا حسام عاشور أهلاوي حتى. دي كانت الأخبار. هنبتدي نقول لحضراتكم تفاصيل مهمة جدا للأخبار، ولكن ناخد فاصل ونرجع بقى نتكلم عن أهم عناوين أخبارنا النهارده.